السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المتابعون الكرام، أيها المغاربة من طنجة للجويرة، طنجة أصيلة، العرايش، تطوان، فاس، مكناس، أجادير، كازابلانكا، زاجورة، الراشدية، الداخلة، الريف، الناظور، كل الخميسات، سيدي قاسم، القنيطرة، كل مكان في المغرب. سلام صعيدي شحط محط كبير قوي يا بوي لكل المغاربة الحلوين اللي أنا بحبهم من قلبي. النهاردة هكلمكم في موضوع برضو يخص الشخصية المغربية وتحليل الشخصية المغربية، موضوع غريب شوية. هذه الأشياء لا يحبها المغاربة فلا تفعلها. احنا دايما نتكلم عن ايه؟ عن الحياة اللي يحبوها المغاربة، نقول لك عما يحبوا المنتخب الوطني وعما يحبوا الكورة ومش عارف ايه. طب ايه الحياة اللي ما بيحبوهاش المغاربة واللي ما خصكش تعملها؟ ايه الحياة اللي المغاربة مش ما بيحبوهاش بس بيكرهوها وممكن يقلبوا عليك وتشوف الوش التاني اللي عمرك ما شفته؟ ايه هي الحاجات دي؟ من خلال عشرتي بالشعب المغربي ومن خلال حبي واحترامي وتقديري لكل المغاربة الذين اعتبر ان كل مغربي اخي وكل مغربية هي امي واختي وبنتي. شوية حاجات كده، واحد اتنين تلاتة، حاجات ما بيحبوهاش المغاربة فما تعملهاش. يعني اذا جيت المغرب او ما كنتش في المغرب، حاجات ما بيحبوهاش المغاربة فاوعى تعملها علشان هتشوف الوش اللي هم حاطينه، ايه اللي هو وش الاسد اللي هم حاطينه في الرمز بتاعهم. اول حاجة ما بيحبوهاش المغاربة، واحد، التشكيك في مغربية الصحراء، لان هذه هي القضية الوطنية الاولى لدى المغربية من جد الى جد الى اب الى حفيد، ولديهم كل الحق وكامل الحق. ليه؟ لان الارض عرض يا بوي. يعني هم درسوا وقروا وفهموا وعرفوا وعارفين ارضهم، عارفين ان دي ارضهم. يعني انت لما النهاردة تجيب طفل صغير وتحط امه وسط 50 ام وتجيب الطفل ده تعمل له اختبار هيعرف امه ولا لا، تلاقيه لا اراديا عم يجري على امه على طول. فهم عارفين امهم، المغرب دي امهم وابوهم، فهم عارفين ارضهم وهم عارفين قضيتهم. فهذه هي القضية الأولى، التراب الوطني المغربي. أي حد يشكك فيها هيشوف الوش التاني اللي عمره ما شافه في حياته. ولديهم الحق وكامل الحق لأن هذه الأرض مغربية. يعني مثلا إحنا لما إسرائيل احتلت سينا كان يجي يقول لك واحد مثلا طبعا إسرائيل دي سينا دي بتاعت إسرائيل. ليه؟ لأن الله كلم موسى من جبل الطور من سيناء. نقول له يا واد الفرطوس، هذه سينا من جد من قبل الأيام الفراعنة وهي مصرية. فأنت المغاربة يحبوك تشكك في قضيتهم الوطنية الأولى، يأكلوك بسنانهم، ما تعرفش مع مين تتعامل. إياك ثم إياك، سواء كنت في المغرب سواء كنت خارج المغرب، لازم تقرأ ولازم تعرف ولازم تتعلم. يعني ما تسمحش الكلام اللي ايه اللي البطيخ والكلام الكرومبو والكلام الشلاضة والاي كلام بيضر، خدت بالك يقول لك اصلي مش عارف ايه لا، لازم تقرأ، لازم تعرف التاريخ ان هذه الارض مغربية من جد الجدود. وانا كنت جبت تاريخها من 10,000 سنة وقلت ان اول، خدوا بالكم، اول من سكن الصحراء هم مغاربة ايام قبل الميلاد، لان قبل الميلاد كانوا يوم الوندال وكانوا يوم الرومان وكانوا يوم البيزنطيين وكانوا يوم الفينيقيين. فكانوا المغاربة بيعملوا حاجة اسمها يقاوموا، وبعدين لما يتعبوا تخلص لان دي قوة عظيمة مش قادرين يقاوموها، فبيعملوا حاجة اسمها المقاومة السلبية. ايه هي المقاومة السلبية دي؟ ان هم كانوا يهاجروا، يبعدوا، يهربوا، يروحوا يعيشوا في الصحراء بعيد عن ايه؟ بعيد عن صداع الراس وبعيد عن المشاكل، لحد الى استردوا قوتهم يرجعوا مرة تانية. ما استردوش خلاص اهم عايشين في الصحراء. فاول من سكن هذه الارض هم المغاربة، أول من سكن الصحراء المغربية، هذه الصحراء المغربية، الصحراء المغربية، الصحراء المغربية والصحراء الشرقية برضو المغربية، أول من سكنها هم المغاربة، خد بالك. فتيجي انت حد يشكك في هذه القضية الوطنية الأولى، هتشوف يا واد عم اللي عمرك ما شفته، هتشوف المغاربة بشكل تاني خالص، معاك لطيف وظريف وابن. لكن أول ما تشكك في قضية الوطنية الأولى ياكلك بسنانه. ولديهم الحق وكامل الحق. ليه؟ لان قلنا الارض عرض، الارض عرض، ما تجيش تلعب انت عند مين؟
تلعب في عداد عمرك وتلعب في إيه؟ في حاجة اللي هي إيه؟ يعني مكتوبة في كتب التاريخ وكتبوها المؤرخين وكتبوها كل الناس وكل الدول معترفة بيها وأمريكا معترفة بيها والعالم كله معترف بيها، وإن هذه الأرض مغربية وسوف تظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإياك ثم إياك ثم إياك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يحبون المغرب. المغاربة فيهم حاجة عجيبة جدا، دي النقطة الثانية، خلي بالك المغاربة فيهم حاجة عجيبة جدا. لما تعيش في المغرب ولا لما تشوف المغاربة، تلاقي المغاربة هم في المغرب يقول لك ايه، واحنا المغاربة بعد يشوف مثلا ارض مش معمولة ولا بتاع ولا طريق ولا ما هات ده احنا المغاربة، يشوف مثلا يروح مصلحة حكومية يلاقي مثلا زحمة ولا بتاع ولا ما يلاقي فيش في تنظيم ولا بتاع، واحنا المغاربة. مش خد بالك، لكن انت تتكلم عن بلدهم وحش يبقى نهارك اسود. ليه؟ يقول لك ايه على رأي المثل اللي تقول لك ايه، ادعي على ولادي واكره اللي يقول امين، ادعي على ولدي واكره اللي يقول امين. هو بلده وهو حر فيها ينتقد فيها ويقول انا دي مش عجباني، ومن حقه، من حقه عشان دي بلده. ليه؟ لان البلد مش هتتبني بالطبطبة ومش هتتبني بالتطبيل، لا هتتبني بقى هذه كويسة نعملها، هذه مش كويسة نشتغل عليها، فهذه بلدهم هم حرين فيها. هو ينتقد بلده زي ما هو عايز، إنما أنت في أي مكان في أصقاع الأرض وتيجي تتكلم عن المغرب بسوء أو تقل من المغرب أو تستهين بالمغرب، هتشوف اللي عمرك يا بوي ما شفته في حياتك. جع، حلوة جع دي. جع أكتر كلمة عجباني بالمغربية هي جع، فهتشوف اللي عمرك ما شفته. ليه؟ لأن المغاربة يعشقون أرضهم ويعشقون بلادهم ويقدسون بلادهم ويحترمون بلادهم ويحترمون مغربيتهم. للمغاربة يقول لك احنا هنا في بلده يقول لك احنا المغاربة كذا واحنا المغاربة كذا وهذه مش عارفه وهذه ما كانش خاصها تتعامل، وممكن يطلع في مظاهرة وممكن يطلع مش عارفه وممكن يقول لك احنا مش عايزين، من حقه دي بلده. هو لما بيعمل كده، لما بيعمل ده هو بيعمله من الحب، هو بيعمل ده علشان هو بيحب بلده وعايز يشوف احسن بلد في الدنيا. انما انت تيجي في اي مكان سواء في المغرب او خارج المغرب تيجي تتكلم عن المغرب وتقول ان المغرب كذا ولا مش، اوعى اوعى، هتشوف الوش يا ابوي اللي عمرك ما شفته، هيبندقوك فين ما كنت، عرفت؟ هيطخوك عيارين مش غي عيارين. هتكره راسك، وهذا من حقهم. ليه؟ لانهم عارفين شكون هم المغاربة، عارفين شكون هم المغاربة، عارفين ان ايام ما كانت الدنيا بايظة وكان في ظلام وكان في القوات، كان في الحملات الفرنسية بتجتاح المشرق. شوف خد بالك، ايام الحملات الفرنسية الحملات الصليبية ما كانت بتجتاح المشرق تجتاحه، كانوا المغاربة بيجتاحوا اوروبا. شوف ازاي جوم الصليبيين عندنا احنا لحد مصر ولحد الشام عشان يحتلونا واخدوا بيت المقدس. في الوقت ده المغاربة كانوا هم اللي بيزحفوا ناحية اوروبا، يوسف ابن تاشفين وابو يعقوب المنصور خدت بالك انت، والملك الناصر يعني والسعدي احمد المنصور السعدي والمولى اسماعيل وسيدي محمد ابن عبد الله، فهم المغاربة عارفين شكون هم المغاربة، فبلدهم يعني ايه في دمهم. وإن كنت أنا يعني هذه النقطة الثالثة، بقى النقطة الثالثة اللي هم المغاربة ما يحبوهاش أبدا، اللي هي خد بالك نقطة الظلم. المغاربة لا يحبوا يظلموا ولا يحبوا يتظلموا، يعني مش يحب يظلم، لا لا يحب كده ولا كده. عشان كده لما حد مثلا إيه يظلم حد يقول له علاش أخيك تحجرني، علاش كتحجرني. فهنا تلاقي في المغرب حاجة جميلة جدا 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 أنا بالنسبة لي أنا يعني بنكتبها في الكتاب بتاعي، اللي هي ايه، مفيش حاجة اسمها القاب، مفيش حاجة اسمها تفخيم، مفيش حاجة اسمها سعادتك ومش عارف ايه والكلام ده. لا، انت محمد وانت احمد، محمد احمد، عمر عمر ورشيد، خلاص. يوم ما تحب تضيف له شي حاجة تتقول له اسي محمد. اسي محمد دي ليست على سبيل التفخيم والتعظيم وانما على سبيل الاحترام. يعني ما تروحش مثلا تلاقي مغربي رايح لواحد مصلحة حكومية كيتودد لي ويقول له يا سعادتك ومش عارف فيه وبتاع، لا لا، داخل عارف حقه. فهادي مثلا تلاقي واحد عساس التوموبيلات، عساس التوموبيلات خد بالك، وطبعا بنحترم جميع المهن، ربنا يعاون الناس كلها ويرزق الجميع يا رب العالمين من فضله. تلاقي عساس التوموبيلات واحد داخل يباركي في
برانج مثلا، ولا اودي الاخرانيه شي 500 مليون، وعلى اساس التمويلات اسمه عمر، وذاك اللي راكب الرنج ده اسمه رشيد، ورشيد وعمر صاحبي، وفينك اخي ديالي، وفينك بغينا شي قهوه شي نتقهوى ومكان اشنو هذاك الشيء، فين خبرتي؟ كيت شوف راكب رانج وده هو عساس التوموبيله، وتقول واه شفت البارح وتفرجنا وذاك هذاك والو صاحبي هذاك المنتخب والله لا هذاك هذاك حليل زيتش هذاك والو هذا مرضنا في حياتنا صاحبي. دا يقول له ودابك هذاك مصطفى حجي المفروض غادي يجروا عليه ذاك الشيء من ايام الزكي هو واقف، وتاي عرفت شوف الحلاوه صاحبي، شوف الحلاوه، واحد ارشي ملياردير، واحد عساس ديال التوموبيلات، لا تلاقي العساس كيحقد على بتاع هذاك اللي راكب الرنج، ولا تلاقي اللي راكب الرنج ولا الاودي كتلاقيه كيبص نظره فوقيه لبتاع العساس ديال التوموبيلات، شوف الحلاوه صاحبي شوف الحلاوه، ولا يفخم فيه ولا مش عارف فيه علشان يديله درهم زياده ولا عشان يديله بتاع الكلام ده، بالعكس. فالمغاربه ما يحبوش الظلم، يعني ما يحبوش لا اللي يحقرهم لا هم يحقروا حد، ودي كتعجبني تعجبني تعجبني بزاف في المغاربة، اللي هو لا في تفخيم ولا في تعظيم، وفي ايه بساطة، شعب بسيط. علاش علاش تلاقي هذاك الشعب محبوب من العالم كله؟ هذيك البساطة هذيك الحلاوة يا ناس، يا سلام يا سلام يا سلام تبارك الله. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة يا سيدي، اللي هي المغاربة ما يحبوش النكد. النكد يعني انت تدخل تيجي منكد عليهم ما يحبوكش، وهم ينكدوا عليك ما ينكدوش. المغاربة يقول لك نقشبوا شوية، نتكحكحوا شوية، نضحكوا شوية، دايما مبتسمين، دايما ضحكين، جالسين في القهوة يضحكوا. هذيك المشاكل ديال كل شيء يقول لك كل شيء دابا كل شيء معبي وكل شيء ملان وكل شيء عنده المشاكل وكل شيء عنده، خلينا دابا ننسوا ذاك الشيء ونتكحكحوا شوية ونضحك شوية، نخرج شوية، نفوي شوية، نسافر شوية، نلعبوا البرش شوية، نلعبوا مش عارف نمشي نلعبوا شيء طريح ديال هذاك الضادو ولا الـ 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 لا ما فيش شطرنج هنا هويتي، البليار نلعب شيء طريح ديال البليار، البيار يقول لك البليار البلياردو. فيعني لا يحبوا النكد، اوعى تنكد عليهم، اوعى تنكد عليهم، ما يحبوش النكد، يحبوا ايه؟ يتسلطنوا، يحبوا يضحكوا. ده عرفتي انتوا المغاربه يحبوا عادل امام اكتر من المصريين، ممكن يكون المصريين زهقوا من عادل امام، المغاربه يحبوا عادل امام اكتر من المصريين. ليه؟ هم بيحبوا الضحك. الحسن الثاني الله يرحمه راح جاب عادل امام مخصوص عشان يعمل المسرحيه بتاع الزعيم هنا واتي، واداله القلاده ومش عارف ايه وكرمه وبتاع والكلام. الحلاوه يا ناس، الحلاوه والمغاربه الحلاوه، تقعد معاهم يقول لك الشعب المصري ده اهو احنا دمنا خفيف، لكن المغاربه ما تسخ على حيت انت ما عشرتهمش، ما تعرفش اللي ركبت معاه في شي اتوبيس مثلا، ركبت معاه في شي مثلا تران ولا بتاع، تلاقي الطريق كامله والحكايه والتكحكيح ويقدر يحكي لك قصه حياته وهو راكب، يعني وانت راكب مثلا رايح من هنا لهنا يحكي لك قصه حياته عادي، ويتكحكح معاك ويضحك معاك وكانه يعرفك من 100 سنه. فالمغاربه ما يحملوش النكد، والله يخرب بيت النكد واللي جابوا النكد وحرقبوا اللي جاب النكد. حد هيقضي على عمر الانسان ويموته بدري ويموته وهو صغير في السن غير النكد وغير الكبت النفسي وغير المشاكل. المغاربه ما عندهمش هذه، المغاربه يعني ايه منطلقين منطلقين. هذه النقطه الرابعه اللي ما تعملهاش، ما تنكتش. النقطة الخامسة والأخيرة، طبعا في كتير بس احنا عشان ايه يعني بنحاول ان احنا ما نطولش. النقطة الخامسة والأخيرة، المغاربة لا يحبون أبدا ولا يحترمون أبدا من يسيء إلى نسائهم وحرائرهم وأمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم وإخواتهم. المرأة المغربية في المغرب مقدسة، قلت الكلام ده قبل ذلك، أن المرأة المغربية في المغرب تساوي المقدس بالنسبة للمغاربة، المرأة المغربية لذلك أي حد يجيب سيرة المغربيات على لسانه اللي ما جابها بالخير ما يجيبهاش بالشر. إلا جبت سيرة المرأة المغربية ليه؟ عارفين هم شكون، عارفين هم شكون هي زينب زينب النفزوية، وعارفين هم فاطمة الفهرية، وعارفين هم خناتة بنت بكار، وعارفين هم شكون هي الحرة، وعارفين هم يعني الكثير والكثير عارفين عارفين شكون هم أمهاتهم. علاش؟ حيت هذه المغاربة المغربيات أمهات المغاربة. أنت لما تغلط في واحدة مغربية أيا كانت أيا كانت
فانت مش بتغلط، فانت مش بتغلط فيها هي، انت بتغلط في المغاربه نفسهم، فهمت؟ انت بتغلط في 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 الراجل نفسه. علاش؟ هذه امه، هذه اخته، هذه زوجته، هذه فاياك ونساءه، فسوف ترى ما لم ترى وتسمع ما لم تسمع، وينقض عليك كالاسد الهصور. فاياك والنساء اياك ونساؤهم. ليه؟ لانهن المقدس بالنسبه ليهم. لما هم شايفين المراه المغربيه وصلت لاعلى المناصب ما شاء الله، النهارده اكتر من تلت الحكومه المغربيه نسوه، اكتر من تلتها، ما فيش في دوله عربيه الكلام ده. ها النهارده المغربيه اللي راكبه الطياره وعم تسوق الطياره من هنا لحد نيويورك، النهارده المراه المغربيه اللي في المهجر اللي رفع راس البلد ورفع رايه البلد، النهارده المراه المغربيه اللي مطرشه في جميع انحاء العالم وبتشتغل وبتكد وبتتعب وبتجتهد وصباره وبتصبر على اولادها وبتصبر على مستقبلها وبتصبر على رجلها. فتيجي انت في الاخر تقول لك المراه المغربيه صحر، الهي يطمسك عليك وعلى اللي خلفوك ويشندلك بشنديله، صحرت ايه وجندلت ايه؟ ما كانوا يسحروا، كانت تروح تسحر لميسي وتتجوزه، بدل ما كانت تتجوز واحد فقير مثلا ولا واحد غلبان، كانت تسحر رونالدو، كانت تسحر يقول لك اصل ما يتجوزوا بتاع الخليج عشان الفلوس، جاتك نيله صحرت يسحروا لهم ايه؟ طب ما كانت تسحر للامراء بتوع الخليج مثلا، ليه ما نقولش هم الخليجيين هم اللي بيحبوا المغرب؟ ها؟ ليه؟ احنا نقول كده، مش شيخ الخليجيين اللي بيحبوا المغرب، كل قاعد الدول العربية بتحب المغرب وبتحب المغربيات. ليه؟ لأنهن سيدات. الست المغربية كتتهلا في رجلها، كتتهلا في دارها، كتتهلا في راسها، كتتهلا نقية، كتتهلا في كل شيء، كتتهلا في والداتها، كتتهلا فيهم، كتعرف حقها، كتعرف الدين، كتعرف تصلي، كتلاقيها في وقت الجد جد، في وقت الهزل هزل، في وقت الهزار هزار، كتحب تخرج، كتحب تحبش النكت، كتحب تعيش تعمل حالة من الجو الجميل الحلو. ما تخليش، ما يمكنش تتجوز مغربية وتروح تشوف على برا. ليه؟ انت متجوز كأنك متجوز أربعة، هي فيها جميع متشكلة ومتلونة، تلاقيها تكلمك أمازيغي وتكلمك بتاع دريفي وتكلمك فرنساوي وتكلمك إنجليزي وتكلمك فلبيني لو عايز فلبيني، وتكلمك مصري لو عايز مصري، وتكلمك خليجي لو عايز خليجي، وتطبخ لك جميع الأكلات اللي انت عايزها، وبعدين تيجي بعد كده تبص لبرا هتغزق لك عينك الاثنين، عرفت؟ ما تقدرش، يبقى انت مفتري، يبقى انت واد الفرطوسك ده. فإياك ونساءهم، نساءهم يساوين عندهم المقدس. فهدي الحاجات التي لا تقربها في المغرب، دي المقدسات، دي المحرمات. شعب جميل لطيف رائع متعاون مش عنصري، حلو يحبك يحتضنك، فهمت ازاي؟ وخاصة لما تكون غريب، انما تلعب عند الحاجات دي ما نحبكش، ومشي ما نحبكش وبس، هنعملك في دماغي. وللمغرب عملوا حاجة في دماغهم، يا ساتر يا رب. لذلك احنا نقول ايه؟ نهدي حبايبنا المغاربة كلمة أخرانية، احبكم جميعا في الله، احبكم جميعا جميعا في الله، والناس اللي بيكتبوا لي بنحبك وبنحبك في الله، حتى انا احبكم جميعا في الله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هنقول لكم الاحساس اللي انا نحسه في المغرب، متشرفين بيكم، متشرفين بيكوا في مغربنا الحبيب. انت وسط المغاربة عمرك ما تكون غريب، الارض السعيدة والملك الهمام، مغربنا الحبيب، مغرب السلام، من طنجة عروس البحر لأصيلة وكلها سحر، ناس تطوان حبايبنا في جبال الريف قرايبنا، في السكة قنطرة الحب، حبيبتنا سلا في القلب، يا جمال الرباط يا ناس، وكزاوة وأجدع ناس، على فاس التاريخ الله بحر جديدة يا محلاه، في مراكش جليز والساحة، وطنجية لذيذة وراحة، أجدير يا ناس الخير، على وجدة ويلا نطير، في مكناس الهوى والناس، ويا أسفي يا أطيب ناس، الموج في صويرة يندهلي، في الراشدية لقيت أهلي، هوليود الشرق وارزازات، في الدخلة خلاص هنبات، الصحرة ديانة تنادينا، يا أرض جدادي لبينا، الصحرة ديانة تنادينا، يا أرض جدادي لبينا، الله عليك يا مغربنا، يا مغربنا، يا فرحتنا، يا سكرنا، يا روح الروح، يا ضحكتنا،
ده يوم تنادينا يا مغرب علي الطلاق على طول نفديك بأرواحنا. وشكراً.